في عوامل مؤثرة للأطفال اللي بتأثر على نفسية الطفل، كذا عامل أهمهم هو البيت. البيت اللي ناشئ فيه الطفل ده عامل إزاي، أو إزاي أنا أقدر أربي ابني في بيئة صالحة، في بيئة كويسة ما تسببلوش أي أذى نفسي، وأقدر أخليه ابن معافى بإذن الله، طالع سوي، ما عندوش عقد نفسية، ما عندوش أي مشاكل، ما عندوش اكتئاب، ما عندوش كل الحاجات دي، لأن هو ده بقى مرض العصر. وأول حاجة هو البيت، بيت اللي بيبقى مبني على حب وود وتفاهم وتراحم، ده اللي بيطلع الأطفال أسوياء. بنبتدي من الأب والأم. طبعا الأم مفيش غبار على إن هي المسؤول الأول وأحيانا الأوحد في تربية الأطفال. يعني الأم هي اللي بتأكل، هي اللي بتشرب، هي اللي بتغير، هي اللي بتكافئ، هي اللي بتعاقب، هي اللي بتعلم، هي اللي بتربي، هي اللي بتعمل كل حاجة.